السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناه ديالنا سولو اس في تي. كنصحوا مباراه التعليم ديال 2022، وصلنا للسؤال 8 ديداكتيك اس في تي. نبداو على بركه الله. دون لو كادر دونسينيومون دو لينيتي دو ليمينولوجي بريفي بور لا دوزيام اني بكالوريا اوبسيون اس في تي، يعني في اطار تدريس الوحده اللي هي الوحده السادسه او لا عفوا الوحده الخامسه ديال ليمينولوجي اللي كتقرب في الدوزيام على البكالوريا اوبسيون اس في تي، ان اونسينيون ا بروبوزي او زيليف. دونك واحد الاستاذ مالو، شنو دار هذا الاستاذ مسكين؟ دونك اقترح على التلاميذ ديالو، دونك ا بروبوزي او زيليف او كور دو سي كونسبورتون سير لو مويان دو ديفونس، يعني في خلال واحد الفقره ديال يعني في خلال الدرس او الفقره او الحصه ديال وسائل الدفاع الجسم، وسائل او الدفاع الجسم، وسائل دفاع الجسم، اقترح عليهم ان سيتوياسيون بروبليم. انتبه معايا، ان سيتوياسيون بروبليم، راه هنا هذه هي يعني ماشي سيتوياسيون دابرونتيساج، لا سيتوياسيون بروبليم، وضعيه مشكله على واحد الوضعيه اللي منها غينطلقوا افيك لو كونتكست سويفون. وهذا هو السياق ديال الوضعيه. او نيفو دين بلو كيتاني دوريجين اكسيدونتال او شيروجيكال كي لو سيج دين انفيكسيون باكتيريا، يعني فواحد البلاصه في الجلد، واحد البلو كيتاني في الجلد فين وقعت واحد العمليه او لا فين وقعت واحد يعني الاصل ديالها عمليه تدخل جراحي او لا اكسيدونتال، هو لو سيج ديال واحد تما منين دخلت واحد البكتيري. مفهوم؟ On observe une manifestation symptomatique caractéristique et décrite depuis longtemps par Celsius le bleu rouge donc يكون حمرار شوض ارتفاع درجة الحرارة gonflement كانتفاخ او دولوروز يعني احساس بالالم. اذا في هذه البلاصة هذه كيبانوا لينا هاد الاعراض فين وقعت هاد لانترفونسيون شيروجيكال او لا اللي عقلنا عندها اوريجين اكسيدونتال او لا اوريجينال او لا شيروجيكال، وقعوا لنا هاد لي مانيفيستاسيون. سي مانيفيستاسيون سون لي بروميي سين، قال لكم هما هادوك لي بروميي سين، يعني هي الاشارات الاولى ديال رياكسيون كاركتيرستيك دو ليمينيتي كي سون إلي، يعني هادو واحد البشائر أولا واحد الدلائل أولا واحد الإشارات على أنها كاينة واحد الإيميليتي إلي ستيريوتيبي إي جينيتيكمون إيغيتي يعني موروثة أولا وراثية. إل تيموان ديال رياكسيون إنفلاماتواغ إيغي، دونك كتشهد على أن واحد كاينة واحد الإلتهاب مؤقت الى بغينا نقول او لا ايجي ولا قصير المدى. ميكانيزم اسينسيال دو ليميديتي دي تيني بارتيسيب او مانتيان دو لانتيغريتي دو لورغانيزم انفيرون 48 اور، يعني في واحد 48 ساعه كيتم القضاء على، هو واحد الميكانيزم اللي عاد. الوغ ا بارتيغ دو كونتكست بروبوز لونسينيون فيز كوا، شنو بغى يدير الاستاذ من انطلاقا لهذا الكونتكست، انطلاقا من هذه الفقره اللي عطاهم. مفهوم؟ يعني من السطر الرابع تستر ما قبل الاخير، هذا هو الكونتكست اللي هضر عليه الاستاذ. شنو بغى يدير الاستاذ؟ الوغ كنا قلنا ديجا بانه عطاهم واحد سيتياسيون بروبليم، كيس كي الفيز؟ هنا السؤال هو شنو كيفيزي الاستاذ؟ فيز ا فافوريزي لو بروسيسيس دو ترانسفير اي فورني اون ريبريزونطاسيون دو بروبليم ا ريزوستر بروفوكي دو ديزيكيليبر كوليتيف اي دوني دو سونس ا لابرونتيساج obligé à un traitement de l'information pour engager une nouvelle recherche cognitive, réorganiser les connaissances et provoquer le recours à de nouvelles reconnaissances. دابا انتبه، هما شنو غيقراو؟ غيقراو وسائل الدفاع ديال الجسم، لي مويان دو ديفونس ديال لورغانيزم، فين هاد الشيء في واحد لا سيتياسيون بروبليم اللي منها غينطلق. افيك لو كونتكست وقال لك او نيفو دي بليكوتاني، وشرح لهم بانه راه فاش كيكون واحد الجرح او لا او الى اخره، اللي تما فين دخلت مثلا واحد البكتيري، كتدخل البكتيري كيبانو عندي لي غوج ولي لي غونفلومون غوجور اوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور، دونك هادو لي سيمبتوم ديال واحد البكتيري دخلت في واحد البليكوتاني. هاد لي مانيفيستاسيون او هاد لي سيمبتوم هما الاشارات الاولى اللي كيميزوا لنا المناعه.
عفوا المناعه الغير النوعيه لي ستيريوتيبيك و اريتي، يعني موروثه كياخذها من عند الام ديالو من عند الاب ديالو، واللي كتشهد على ان انفلاماسيون ايغي، يعني هاد لي سيمبتوم كيشهدوا على ان انفلاماسيون ايغي. واللي شنو هي الانفلاماسيون ايغي؟ هو واحد الميكانيزم ضروري اللي ميليتي ايني او لانو سبيسيفيك كي بارتيسيب اللي كيحافظ على لانتيغريتي ديال لورغانيزم. دابا الاستاذ من خلال التقديم ديالو لهاد الوضعيه ولا هاد السياق شنو بغى يدير؟ واش بغى يعطيهم دي غوبريزونطاسيون على لو بروبليم ان ريزورتر مفهوم، يعني فافوريز لو بروسيسيس دو ترانسفير دو ترانسفير اي فورني اون غوبريزونطاسيون. واش هو بغى يعطيهم اون غوبريزونطاسيون للمثال؟ هنا الاستاذ ماشي هو اللي كيعطي لا غوبريزونطاسيون، لا الاستاذ كيعطي هنا كيعطينا واحد المشكل مفهوم، كيعطينا ان سيتياسيون بروبليم، وهاد سيتياسيون بروبليم غيوقع له فيها واحد لو كونفلي كونيتيف مع داكشي اللي كيعرف ديجا. اذا الاستاذ هنا ما كيعطيش ان غوبريزونطاسيون دو بروبليم ا ريزولتر، ما كيعطينيش واحد التمثل على المشكل اللي بغينا نحلوه، لا المشكل خاص التلميذ يتملكو مفهوم، خاص يوقع هذاك التملك ديال المشكل، يعني يفهم مزيان، وباش يفهم مزيان عطاه الاستاذ هنا في الدرس ان سيتياسيون بروبليم مفهوم، ماشي عطاه ان غوبريزونطاسيون، بالتالي فهو الاختيار خطأ. شوف معايا دي ريورغانيزي لي كونيسونس اي بروفوكي لو ريكور ا دي نوفيل كونيسونس. هنا ما كاينش دي نوفيل كونيسونس وما غادي ننظم حتى حاجه، لانهما ديجا عندهم واحد المجموعه من الافكار، ولكن الاستاذ هنا جاب واحد المفاهيم، جاب لينا ليمينيتي اوني المناعه الغير النوعيه واللي ديجا قراوها في الاعدادي، ولكن زاد كيدقق فيها، زاد كيعطي فيها واحد مجموعة من التفاصيل. دونك هنا ما كاينش شي معلومات اللي غتغيورغانيزيهم اولا دي كونيسونس معارف اللي غادي تعاود تغيورغانيزيهم اولا دير لو غوكور ا دي نوفيل كونيسونس، يعني ما عندناش دي نوفيل كونيسونس، عندنا غير معارف قديمه وان بروبليماتيك. دونك دي حتى هو خطا. اوبليج ان تريتمون دو لافورماسيون بور انغاجي اون نوفيل ريشيرش كونيتيف، لا هو ما تيوجههمش لواحد البحث جديد اولا ما كيجبرهمش على انهم يعالجوا المعلومات باش ينخرطوا في واحد المعالجه ديال لا، هو كيقدم لهم واحد المجموعه من المعطيات، وهاد المجموعه من المعطيات الهدف منها شنو هو؟ دونك هو انه يخلق لهم ان ديزيكيليبر كونيتيف، يعني يخلق لهم واحد الخلخله وواحد غياب التوازن في الذهن ديالهم، وفي نفس الوقت دوني دو سونس او زابرونتيساج، يعني في نفس الوقت هو كيعطي التعلمات واحد المعنى، وبالتالي الاختيار اللي صحيح هو الاختيار به. نهايه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.